مرحبا وأهلا فيكم. الحقيقة يوم بعد يوم الأجزاء اللي يعني يكتنفها الغموض من الأزمة السورية المعقدة تتكشف. بالنهاية هي سياسات رح تترجم على أرض الواقع. فيني أقول أنا يعني أزم بأنه أحد أهم العوامل يلي يؤخر التغيير في سوريا هو المصالح الإيرانية في سوريا، هي التي تمنع التغيير، وعلاقات إيران بالنظام السوري تمنع التغيير وإنهاء حقبة حكم الأسد والانتقال إلى حقبة جديدة بالنسبة للسوريين. لازم نفهم أنه إيران مصالحها الأساسية هي في الخليج العربي وليست في منطقتنا، يعني عموما هي الصراع متمركز مع دول الخليج العربي بشكل أساسي. مع الأسف هذا الصراع لا يزعج القوى الكبرى وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية، لأن هذا الصراع يحقق مصالح أكبر ومكاسب أكبر لأمريكا في دول الخليج العربي في كل الاتجاهات، وهذا معروف ومفهوم، ويعني ربما نفرد له تسجيل خاص. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية بدور إيران بالصراع مع دول الخليج العربي لا أعتقد بأن هذا الصراع يضر في مصالحها، هو يعزز وجودها في المنطقة العسكري والاقتصادي وحتى السياسي. إيران بالنسبة إلى التمدد في الدول العربية تستخدم ورقة لتحقيق مكاسب أكبر في الخليج العربي. كيف وصلنا لهذا الاستنتاج؟ من الرائب تطور العلاقات الإيرانية مع النظام السوري، هي ليست كما تبدو عليه الحقيقة. إذا بدنا نحط عنوان عريض لهذه العلاقة منقول هي التكبيل. إيران تكبل النظام السوري، والرئيس بشار الأسد استغلت ضعف النظام وحاجته للمساندة للإسناد، فقامت بإسناده من خلال الميليشيات ومن خلال التمويل، ولكن لم تساعده على استعادة السيطرة. هي أرادت أن يبقى بهذا الموقع الضعيف ويكون بحاجة دائمة ومتزايدة لإيران. إذا منلاحظ زيارات المسؤولين الإيرانيين إلى سوريا مؤخرا خلال السنوات الماضية، كان آخرها زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى دمشق، بنشوف أنه المسؤول الإيراني على أي مستوى يأتي إلى سوريا، إذا نحكي على مستوى البروتوكول، وكأنه الحاكم بأمره، وكأنه المفوض السامي الحاكم في سوريا. هو لا يكتفي بلقاء نظيره مهما كان هذا المسؤول وزير أو غير وزير، هو يلتقي مع كل المسؤولين السوريين. يعني نشوف أمير عبد اللهيان التقى مع وزير الخارجية السوري وهذا طبيعي، ولكن أيضا التقى مع رئيس وزراء السوري حسين عرنوس بأي صفة، وناقش معه الاتفاقات ومتابعة الاتفاقات، وأيضا يلتقي مع وزير الجمهورية. وهذا لا فقط يعني غير مرتبط فقط بشخص عبد اللهيان، هو صار ممارسة عامة لكل مسؤول إيراني يزور سوريا. خلال الزيارة وفي المؤتمر الصحفي اللي أقامه مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد اللي كان تقريبا ساعة، لفت نظري عبارة هي لا تتعدى يعني الثواني، ممكن نوقف عندها ونعلق عليها. از هفته های گذشته ابتکاری رو تحت عنوان گفتگو و همکاری منطقه‌ای با سران منطقه مطرح کردیم. منذ اسابيع واسم الجمهورية الإسلامية الإيرانية اطلقنا مبادرة او طرحنا مبادرة على قادة دول المنطقة تحت عنوان الحوار والتعاون. خرسند هستم که این ابتکار مورد استقبال رهبران منطقه قرار گرفته است. تحت عنوان الحوار والتعاون الإقليمي، ويسعدنا أن هذه المبادرة لقت ترحيبا من قادة المنطقة. سوريا كشور بسيار مهمي در منطقه ماست. سوريا دولة مهمة جدا في منطقتنا. منتدى الحوار والتعاون، مصطلح الحياة لم يتم ذكره من دمشق قبل الآن. أنا يعني مارق علي المصطلح من أشهر، ما بتذكر تماما إمتى طرحت إيران هذا المصطلح لتحديد علاقاتها مع دول الخليج العربي حصرا، ولكن استخدام وزير الخارجية هذا المصطلح
في جواب على سؤال حول العلاقات بين دمشق ودول الخليج العربي أو دول عربية، الحقيقة لازم نوقف عنده. قبل ما نوصل لاستنتاج نهائي حول استخدام هذا المصطلح، لازم نرجع نسلط الضوء حول تطور العلاقات بين إيران والنظام السوري. عكس ما يبدو، العلاقة ليست يعني علاقة تفاهم، علاقة خلينا نقول واضحة بأهداف محددة بين الطرفين. إيران كما ذكرت قبل قليل هي تحاول تكبيل النظام السوري من خلال الديون ومن خلال السيطرة العسكرية والإسناد العسكري التي تقدمه أو الذي تقدمه إلى النظام لاستمرار النظام في الحكم. هذه التوترات أو توتر العلاقات أو خلينا نقول الأزمة الصامتة بيسموها بالإعلام بين البلدين هي من سنوات طويلة، تتعلق برغبة إيران بالحصول على مزايا إضافية في سوريا، امتيازات تشبه الامتيازات التي حصلت عليها الدول الغربية في الإمبراطورية العثمانية قبل سنوات من سقوطها، وتشبه الامتيازات التي تحصل عليها روسيا في سوريا، تتعلق بالرعاية الإيرانيين بالامتيازات العسكرية والدبلوماسية، بالحصول على الاستثمارات ووضع اليد على الثروات لفترات طويلة. وكان في تردد من قبل النظام السوري بأن يستجيب لكل هذه الطلبات، واستغراب من قبل إيران لهذا التردد السوري حول طلباتها، تعتبر نفسها هي أحد الأسس القوية التي يقوم عليها النظام حاليا ويحكم سوريا. فإذا في أزمة صامتة بين الطرفين، وهذا اللي بيفسر عدم تنفيذ أي من الاتفاقيات التي يتم التصريح عنها يوم بعد يوم وشهر بعد شهر. يعني حتى في زيارة عبد اللهيان الأخيرة أيضا تم التأكيد على ضرورة تنفيذ الاتفاقيات يلي أكد علي أو أكد على ضرورة تنفيذ الرئيس رئيسي في زيارته الأخيرة، والمسؤولين الإيرانيين اللي زاروا دمشق بعد زيارة رئيسي، والمسؤولين السوريين اللي زاروا إيران بعد زيارة رئيسي وقبل زيارة رئيسي. الموضوع الحقيقة هو منذ العام 2021 و2022 لم تنفذ هذه الاتفاقيات، وأعتقد أن النظام السوري اليوم بدأ يشعر بثقل القيود الإيرانية عليه في كل المجالات، ويحاول التخلص من هذه القيود، ولكن أعتقد بعد فوات الأوان. نرجع لموضوع منتدى الحوار والتعاون. طرح هذا المصطلح الحقيقة في المؤتمر الصحفي من دمشق، وفي إطار الإجابة على العلاقات أو تطور العلاقات العربية مع سوريا، وبالتحديد دول الخليج العربي مع سوريا، خاصة بعد زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى السعودية الأخيرة التي أعاد طرح فيها هذا المصطلح. يعني أن إيران ترغب بأن تكون إعادة العلاقات مع دمشق هي من خلال إيران. هل هذا ممكن؟ طبعا ممكن، لأن شهدنا هذا السيناريو في العلاقات السورية مع تركيا. يعني منتذكر نحن أنه كيف صار في حراك على مسار العلاقات التركية السورية. في البداية كان في صمت، كان في نوع من القبول خلينا نقول من قبل النظام السوري، الرغبة في يعني صحيح كان في البداية في بعض التمنع، ولكن ما في كان الشروط المرتفعة النبرة من قبل النظام السوري التي لابد أن تقطع العلاقات وهذا المسار من أصله. ولكن مع التدخل الإيراني رويدا بعدين شفنا أنه إيران دخلت على الخط، كان في رفض إيراني أنه يكون في تقدم بالعلاقات النظام السوري مع تركيا بشكل مباشر، رجعت دخلت على الخط وأعادت هذا المسار إلى مسار أستنا، وأغلقت مسار أستنا مؤخرا بالكامل لكي تكون العلاقات أو إعادة العلاقات السورية أو النظام السوري مع تركيا من خلال إيران. وهلا منلاحظ أنه كل مسؤول إيراني بيجي بيتطرق للعلاقات مع تركيا ويؤكد بأنه الشرط هو المسؤول الإيراني يؤكد، ويؤكد المسؤول السوري في حضور المسؤول الإيراني بأنه الشرط الوحيد واللازم لكي نبدأ الحوار مع تركيا هي الانسحاب من الأراضي السورية، وطبعا هذا مستحيل. طلب المستحيل هو يعني قطع هذا المسار من أصله. اليوم الموضوع يتكرر مع الدول العربية، لاحظنا عدم الاستجابة. الحقيقة ما عاد فينا نعرف أنه هي هل رغبة من النظام أم هو مجبر أنه يتخذ هذا المسار. وأنا أعتقد بالإضافة إلى الضحالة و
يعني عدم الكفاءة التي يتمتع فيها النظام السوري في السنوات الأخيرة، أيضا اليوم هو واقع في الأكبال وفي الفخ الإيراني مكبل بشكل كامل، بحيث أن إيران لا تسمح للنظام السوري بإعادة العلاقات مباشرة مع الدول العربية كما كان في العلاقات العربية التركية. هي تريد أن تستخدم سوريا ولبنان والعراق واليمن كأوراق على مائدة التفاوض بينها وبين دول الخليج العربي، ولذلك تم طرح هذا المصطلح في من دمشق منتدى الحوار والتعاون في إطار وصف العلاقات أو في إطار وصف تطور العلاقات بين سوريا ودول الخليج العربي، باعتبار أن إيران هي المفاوض الرئيسي في هذا المحور، وقد تنعكس أي إيجابيات أو مكاسب على النظام السوري أو الدول التي تضعها اليوم إيران تحت إبطها في مفاوضاتها وفي علاقاتها مع دول الخليج العربي. لذلك أصبح من الواضح اليوم بأن خيارات النظام السوري للخروج وإخراج السوريين في الداخل وفي الخارج من أزمته أصبحت محدودة. أصبحت سوريا اليوم أنا أعتقد أنه هي عبارة عن مستعمرة إيرانية، والنظام السوري هو عبارة عن نظام تابع لا أهمية حتى للرئيس بشار الأسد فيه. نرى المسؤولين الإيرانيين يتواصلون مع المسؤولين السوريين بشكل مباشر، وتتم الزيارات بالتنسيق أعتقد بدون أن يكون للرئيس بشار الأسد أي دور في ذلك. يتحدثون عن زيارة قريبة لرئيس مجلس الوزراء السوري إلى إيران، وحتى لو زار الرئيس الأسد إيران في الفترات القادمة ستكون هذه الزيارة للحصول على مزيد من المكاسب ووضع مزيد من القيود وتكبيل النظام السوري أكثر لاستخدامه كورقة، مجرد ورقة للمفاوضة والحصول على مكاسب أكبر مع دول الخليج العربي. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.